بنرحب بحضراتكم مرة تانية. لعبت ماتشات فاصلة كتير أو ماتشات مهمة في تاريخ منتخب مصر كتير، وإحنا داخلين بقى على المرحلة الفاصلة اللي هي إن شاء الله اللقاءين اللي هيبقوا في شهر مارس. اللقاءات دي بتتلعب إزاي؟ أو إيه اللي مطلوب من اللعيبة فيها؟ أصدق نفسي. اللعيب لازم يصدق نفسه. النهارده كلنا قاعدين نحسب إحنا هنلاعب مين؟ التصنيف الأول، تصنيف مع احترامي الكامل. مصر هي مصر. صح. بمن حضر مين لعب مصر لازم تبقى قويه. ايوه اللعيب لازم يصدق نفسه اللي انا قادر، ما عنديش مشكله لاعب الجزائر، لاعب تونس، لاعب السنغال، لاعب المغرب، لاعب مين معانا تاني؟ عندك تونس، عندك غانا، نيجيريا. عندك نيجيريا. لا، مع احترامي الكامل المنتخبات دي منتخبات قويه طبعا وليها برضو مكانتها، لكن انا مصر. انا مصر، انا النهارده انا كلاعب لما العب المطوشه دي ده متعه، ده متعتي وانا بلعب المنتخبات القويه دي. أي. ليه؟ المنتخبات القويه دي لما بتلعبها تحس ان انت بتلاقي الملعب فيه مساحات كويسه، تقدر تشتغل كويس، تقدر تلعب عليهم كويس، تقدر هم يلعبوك بشكل كويس برضو، لان مفيش حسابات. خلاص انت عندك ماتشين، يعني اول ماتش بالنسبه لاي لعيب بيبقى له حسابات شويه، ما يجيش فيها جون. احافظ لو انا بلعب بره ملعبي اللي انا جات لي واحده خير وبره ما جاتش، فابقى مسيطر على الحته الدفاعيه بشكل كويس، عندنا سرعات في الحته الهجوميه لو لعبت على الهجمه المرتده. انا كلاعب لازم افكر في كل الكلام ده. طبعا انا بعيش جو والمدرب بيعيش جو تاني، بس انا كلاعب لازم اللي انا دلوقتي اعيش من الجو من دلوقتي. صحيح. اللي انا مستعد لاي حاجه في القرعه، انا جات لي الفرقه بالمنتخب الفلاني انا جاهز. فعشان كده بقول لك لازم تصدق نفسك، لازم تصدق نفسك ان انت منتخب مصر، انت الاقوى والاحسن لما بتكون عايز. صحيح. وده اللي احنا بنشوفه على مدار المنتخب مصر، على مدار السنين. المنتخب لما بيبقى عايز بيعمل اللي هو عايزه. صح. المنتخب لما بيحس بنفسه، اللعيب تحس بنفسها في الملعب، وتحس ان انا مترخي شويه، ده اللي شفناه قدام انجولا. هو وهي هي اللعيبه اللي لعبت قدام ليبيا. صح. وهي هي اللعيبه اللي لعبت قدام انجولا، كسبت ليبيا راح جاي. فاذا انا اللاعب هنا هو نقطه التحول في حاجات كتير. ايه السلبيات اللي انت ممكن تنصح بيها كيروش في الوقت الحالي؟ يعني انت اتفرجت على كيروش، قلنا الايجابيات، ايه السلبيات بقى؟ ايه الحاجات اللي انت شايف ان هو لازم يشتغل عليها، لازم يحسنها؟ السلبيات هو الثبات على التشكيل. يعني الثبات على التشكيل انا ما شفتوش، يعني شفته ماتش ليبيا وبياكد على كلام المستوى. أيوه. الماتش الاولاني والماتش الثاني هو هما نفس اللعيبه لعبت، في انسجام بينهم، في روح حلوه ما بينهم، في لعب وفي شكل احنا شفناه. ده عكس الماتش الثالث وماتش الانجولا، لعب بنفس التشكيل ما عدا الغيابات، ما عدا مرموش والونش بالزبط. اللي كان ونش انذارات عشان مرموش كان مصاب طبعا. والونش برضو، انما الثبات بقى للماتش الرابع. انا وجهه نظر كنت اتمنى الثبات على التشكيل. ليه؟ انت ما عندكش وقت تاني. انت عندك دلوقتي البطوله العربيه، فهتلعب بالمحليين او اللي بيلعبوا في دوري زي حجازي في السعوديه. انما ما عندكش تجمعات تاني بالمحترفين. برضو احنا خلينا نقول لوجهه نظره ان هو ممكن يكون 90% 99 حط الخريطه من الفتره اللي فاتت، بقى عارف التشكيل. واحنا النهارده ممكن نقعد نتكلم، هنقول مين ال 11 ده طبيعي جدا، لان هو مستواهم اللي بيقول كده. صح. شكل المنتخب هو اللي بيقول كده. ايوه. هيخش بعض العناصر، موجود معايا 7 8 بره اللي احنا برضو ممكن نقولهم دلوقتي وحافظينهم، وممكن هم دول اللي هيعتمد عليهم مع الناس الاساسيه. انما هو يتحسب له ان هو عايز يشوف برضو الناس كلها في الماتش اللي فات، لكن هو ظلم ناس زي احمد ريان مثلا. ده ما بيلعبش ناحيه الشمال. الراجل ده اديله فرصته صح علشان اقدر احكم عليه. انما لما لعبه في حته مش بتاعته وهو هيبقى مش كويس، فبالتالي الجمهور مش هيقدر يحكم على الراجل ده كويس. فبرضه دي نقطه سلبيه. النهارده محمد شريف خلاص الناس اتعودت الفتره اللي فاتت بيشوفوا في حته معينه. انت كلاعب عندك الثقه ان انا بقيت خلاص سترايكر، هنا بجيب جوان في النادي الاهلي، انا هداف الدوري السنه اللي فاتت، انا الحته ديت اللي الناس اعتمد عليا فيها. فانا لازم ارجع الثقه للعيبه دي لان انا هحتاجها. موضوع قفشه، موضوع محمد شريف، انت كوجهه نظر مدرب منتخب تحترم ان انت تقدر تستبعدهم، دي بتاعتك انت. ليك رؤيه فنيه، ما بيتمرنوش كويس، انت بتشوف دوت، لان اللي انا عرفته ان هو في تصوير في التدريب كمان. واحنا كلاعيبه مصريه ساعات في التمرين ما بنهتمش. يعني ساعات بنتمرن خلاص انا عارف اللي انا هعمله. الموضوع ما بتاع قفشه وشريف ما كانش ليه علاقه بموضوع التمرين خالص. لا يعني اقصد ممكن يكون هو ايوه صح، وارد. سبب طبعا وارد. طيب
انا ما استبعدهمش بالشكل اللي انا ابعدهم عن المنتخب حتى لو انا جبتهم، انما لازم اكسب اللعيبه. اللعيبه المصريه لازم في لعيبه معينه ما تخسرهاش نفسيه، لازم تكسبها تبقى معاك، لان انت عندك الدايره محدوده، خد بالك الدايره محدوده، وده احنا بنشوفه. مش هتقدر ان انت تجرب لعيب في يوم وليله هيلعب معاك بطوله افريقيا ويلعب معاك الماتشين الاخر، لان احنا زي ما اتفقنا في بدايه كلامي اللي الدايره اتقفلت على عدد معين، ده اللي احنا نتمنى اللي احنا نستقر عليه. ايوه التغييرات كتير مشكله،